عقدت اللجنة العليا للدفاع المدني أمس اجتماعا برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للدفاع المدني أنس الصالح، وبحضور وزير الصحة الدكتور باسل الصباح وممثلي الجهات الرسمية والوزارات ذات الصلة، حيث تم البحث والمتابعة لآخر المستجدات والإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، والعمل على تكثيف الجهود والتنسيق بين جميع الجهات والوزارات والمؤسسات الحكومية فيما بينها. عقدت اجتماع اللجنة العليا للدفاع المدني اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء معالي الوزير أنس الصالح، وبحضور معالي وزير الصحة الدكتور باسل الصباح من جميع قيادات الدولة والجهات الحكومية أكثر من 22 جهة. الأمانة الاجتماع كان اليوم لزيادة من التنسيق بين آليات الوزارات المختلفة والجهات الحكومية لمواجهة مرض كورونا المستجد في البلاد. احنا قاعد نشوف الأمر في الكويت في مزيد من فرق العمل، سواء في المطار، في الموانئ، في المستشفيات. وزارة الصحة هي لها اليد الطولة في هذا العمل، ولكن لا يسعنا نحن في الحكومة إلا تقديم الدعم الكامل الفني والمشاورات والاجتماعات الدائمة. مثل ما أنت عارف قبل يومين كان هناك اجتماع لمجلس الوزراء استثنائي لمتابعة وحث الجهات الحكومية على العمل والمبادرة في هذا الموضوع. نحن الآن في الحكومة على تواجد على مدار الـ 24 ساعة للعمل كفريق واحد. للأمانة ما يثلج الصدر أن الجميع في الوزارات، صحيح أن الآن نعيش أيام إجازة، إلا أن العمل لم يتوقف، العمل بكل طاقته. فنشكر للجميع تواجدهم اليوم في هذا الاجتماع.